انا عارف ان الفلوس اللي هتدفعها في كورس انجليزي ممكن تكون ما معكش غيرها او حوشتها بالعافيه، وعارف ان بسبب الانجليزي ممكن مستقبلك يتدمر او يزدهر. علشان كده انا هقولك على كلام انا واثق فيه، زي ما انا واثق ان اسمي محمود حسن. علشان تتكلم انجليزي زي الاجانب هما في 10,000 كلمه و47 قاعده جرامر معينين لازم يدخلوا جوه عقلك زي اسمك. أنا بقالي 2 و9 شهور بحضر في 10,000 كلمة و47 قاعدة جرامر دول، وابتداء من يوم 1/2/2014 أنا هفعل منتج جديد أقدر أدخل بيه جوه عقلك في اليوم 60 كلمة عن طريق قاعة السينما للأفلام الأمريكية، وقاعة السيناريست للكتابة، وقاعة القصص والحواديت للقراءة، وقاعة الألعاب للممارسة. انا بقولك ان انا بالمنتج ده بقيت مسؤول قدام ربنا ان خليك تتكلم انجليزي في 10 شهور زي الاجانب، بشرط تسمع كلامي وتنفذه وتلتزم بيه. 10 شهور كأنك في الجيش، ممنوع الغياب، ممنوع التأخير. 5 ساعات مجهود كل يوم، يوم 5 ساعات في الاكاديمية ويوم 5 ساعات عندك في البيت تعمل الواجب اللي انا هديهولك. لو عندك ظروف او عندك اعذار تمنعك انك تفضي نفسك في اليوم 5 ساعات، شوف حد تاني يخليك تتكلم انجليزي. مش انا الشخص المناسب اللي هيخليك تتكلم انجليزي للأسف. انا محتاج منك 5 ساعات كل يوم مجهود. لو هتقدر شرفني في الاكاديمية، ده رقم الاكاديمية ودي عناوين فراحة، ده موقع الاكاديمية ودي صفحتنا على الفيسبوك.